مش لازم حد يقولي. تصرفاتك ممكن تقول، ومش غريب اني ربطت ما بين المكالمه وبين كل وبين ايه وبين ايه. انا مش فاهمه بين اني نجم كبير رشحني في فيلم وان انا قبلت. على فكره ده اتهام خطير، اتهام طالع من دماغ مليانه وساوس وقلق وقرف وكر. يا سلام يا سلام، كر كر يا فوزيه. مصباح بيكره يا فوزيه. امال الشك ده انت بتسميه ايه؟ حب؟ انا خلاص يا مصباح، خلاص مش قادره استحمل الغيره اللي انت عايش فيها دي. عيب عيب يا مصباح، فوق كده وارجع لعقلك. بص بقى، انا ممكن اقبل اي اتهام في الدنيا الا ده، الا ده يا مصباح. كفايه بقى. اما بالنسبه لمنصور الذي ينصب نفسه منسقا عاما للجماعه، فهو شاب رعديد يدعي الشجاعه، مع اول بادره احساس بالخطر يتحول الى فأر مذعور. الله العظيم، شايف؟ هو ده منصور فعلا، الزعيم رايه زي رايي. جرى لك ايه يا رؤوف؟ انت نسيت ولا ايه؟ احنا مش متفقين ان الكلام ده للتمويه، وانه بيقوله عشان ينفي ان الجماعه وهميه وان هو مش زعيمها. ايوه بس ما قلناش ان منصور كده فعلا. ماشي يا سيدي كمل. لذلك فهو من اشد المؤيدين لفكره سريه الجماعه وعدم الجهر بوجودها او الاعلان عن مبادئها. تمام كده، بدا يشير للخلاف الفكري اللي بيني وبين منصور. سيبنا بقى من الخلاف الفكري وقول لي كاتب عني انا ايه. عنك ايه يا ابني؟ انت بتهرج. الزعيم بيتكلم عن القيادات، انا ومنصور. ماشي يا سيدي، انا فاسل، كمل انت يا قياده. اما بالنسبه للشاب الرائع الجميل رؤوف، ايه ده في ايه؟ ولا حاجه. المهم يعني انه في نهايه المقال بياكد ان نهايه مقال ايه بس وريني. اما بالنسبه لرؤوف فهو شاب ارعن احمق، يعاني من مرض بارانويا الاضطهاد، ويضع قناعا هشا من الغطرسه والتعالي على وجهي ليخفي به فشلي في تحقيق ذاتي. فهو صحفي مغمور يدعي انه. انت هتتشفى فيا ولا ايه؟ وادي الجور مال اهو. في ايه مال؟ احنا مش متفقين ان الكلام ده كله للتمويه وان ده مش رايه الحقيقي. طبعا مش رايه الحقيقي يا صلاح. تصورش مدى الحفاوه اللي قابلني بيها الزعيم اول ما رحت الجورنال. طب ايه بقى اللي مزعلك؟ هي اللي انتهزت الفرصه. هي مين؟ مفيش غيرها. هدى طبعا. يعني ايه انتهزت الفرصه عشان تشهر بيك؟ طبعا. اللي هيقرا المقال ده مش هيستنتج ان كلام مصباح مكتوب للتمويه. ما الكلام ده ينطبق على الجميع واولهم منصور. يا ابني افهم، منصور ده حد تافه، انما انا صحفي معروف ومحاور مشهور. محاور؟ مساله محاور دي جديده عليا. لا ابدا، في قناه فضائيه من احدى القنوات المشهوره جدا يعني اتحايلوا عليا عشان اعمل البروجرام. انا لقيتها فرصه كويسه قوي ان احنا نعرض افكارنا ومبادئنا ونواجه بيها المدعين والافاقين امام الكاميرات. لو اصحاب القناه دول بقى قروا التحقيق ده اكيد هيرفضوا البروجرام. فهمت؟ فهمت. بس هدى مالها؟ ما هي بتكتب الكلام اللي بيقوله لها مصباح. ازاي بقى؟ اكيد بتتقطع من جواها وبتعض بنان الندم من يوم ما سابتني، اقصد من يوم ما انا سبتها يعني، وابتدى نجم يلمع وابقى مشهور. فألفت الكلام ده على لسان مصباح وبلغت فيه عشان تنتقم مني انا. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت بتكلمني انا؟ امال بكلم نفسي؟ يا رؤوف اقعد، الزم مكانك، اقعدوا. موضوع خاص بيني وبينها. انا شاب احمق وارعن وعاني من بارانويا الاضطهاد. انا ما قلتش الكلام ده، ده كلام الشيخ مصباح. انا مجرد محلله بتسال وهو بيجاوب. انا ماليش دعوه بمصباح او لمبه. انت قلتي لي اخر مره انه قال فيا راي عظيم. انت متخيل بقى ان انا اللي غيرت الكلام ده؟ اطمن يا استاذ رؤوف، انا لا اجرؤ ان انا اعمل حاجه زي دي. لا طبعا، خفتي ان انا ارفع عليكي قضيه ويرفضوكي من الجورنال واخد منك تعويض ضخم قد كده. رؤوف، انت هترفع عليا قضيه؟ ارجوك، ده انا صحفيه صغيره في الجورنال، حرام عليك، اجيب لك منين مليون جنيه اعوضك بيهم؟ ارجوك يا رؤوف. انت بتسخري مني يا هدى؟ حتى لو كان الكلام ده اتقال على لسانه،
ده ما ينفيش مسؤوليتك عن اهانتي. انت ما صدقتي تعرفي علاقتي بمصباح والتنظيم، وقلتي بقى رجع ايام الود والحب. لازم تفهم يا استاذ رؤوف ان احنا من يوم ما سيبنا بعض وانت بالنسبه لي شيء منسي، بح، مختفي، فهمت؟ لا ما فهمتش طبعا، بدليل الاستطراد في عبارات السخريه اللاذعه والنقد. انا ارتدي قناع هش من العجرفه والغدرسه ليه؟ واخفي بيهم فشلي وطموحي؟ انا صحفي، صحفي مغمور انا؟ لا اله الا الله، هنقولي برضو انا؟ يا شيخ انت ما بتفهمش، انا ما قلتش حاجه، بدل ما تضيع وقتك معايا روح له هو. حتى لو كان الكلام ده اتقال على لسانه، كان يجب عليك ان تتعففي عن ذكره حتى لا يساء تفسيره. هو اسيء تفسيره عندك انت بس، لانك بتفكر غلط، رابط بينه وبين علاقتي بيه. للاسف كان عندي احساس كبير ان انا عندي الخصومه، هبقى قدام خصم شريف، لكن رؤوف انا ما اسمحلكش لحد كده وكفايه. ما انت سمحتي لنفسك انك تغلطي فيا وتشوهي سمعتي قدام القراء وقدام الشعب. رؤوف انا مش هخلص معاك، روح اعمل اللي انت عايزه، ارفع قضيه، اشتكيني، اعمل اللي تعمله، بس سيبني ارجوك. وهو كذلك يا هدى، جنت على نفسها براقش، هتشوفي انا هعمل فيك ايه. بلغي الاستاذ مصباح اني انا عاوز اقابله. ايه يا استاذ رؤوف، مفيش صباح الخير الاول؟ لا صباح ولا مساء، والله العظيم اللي بيحصل ده مهزله، مهزله بكل المقاييس. انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ عن القيم والمبادئ بتاعت صاحبه الجلاله اللي اتدست بالجزمه. لكن لن اسكت، هذا عار، عار ان اسكت، حقي ولا مش من حقي؟ حقك طبعا. ده ايه؟ استني استني يا نساء حسني، ايه دي حضرتك؟ حريك الكام دقيقة دول يعني هدوني شوية، لازم اتحلى بالصبر والهدوء عشان افكر صح ولا لا. عين العقل، احنا نأجل المواجهة للمرة التانية يبقى احسن طبعا. ايوه يا دكتور خليل، انا الفنانة احلام سالي، فاكرني؟ ده كلام؟ حد ينسى فنانة كبيرة وعظيمة زيك؟ ولا كبيرة ولا عظيمة ولا حاجة، انا خلاص يا دكتور نسيت خالص. كده يبقى واضح ان في مشكلة نفسية. طبعا، وعشان كده انا بكلم حضرتك. انا الحقيقه كنت جيت لك زمان مع جلال لما كنا مرتبطين ببعض، فاكر؟ طبعا فاكر، هو اللي كان عنده شويه قلق نفسي وانت كنت جايه معاه علشان تطمني عليه. اطمنت خالص، بعديها بشويه اتطلقنا، بس انا دلوقتي اللي تعبانه قوي محتاجه اجي ازور حضرتك. يا ريت تاخدني معاك يا دكتور، بس يعني من غير ما يكون في زباين موجوده. ما هي تستاهلي يا شيخة، يا شيخة حد يكتب الكلام المسيء ده برضو عن راجل كان في يوم الأيام هيبقى جوزه؟ بقى أنت بتقول الكلام ده يا شيخ مصباح؟ ماشي، على عموما ده كلامك أنت مش كلام أنا. يا سلام، اثبت يا أخنا. لا والله، لعلمك بقى أنا محتفظة بكل الشريط اللي أنا سجلتها لك. أتحدى جنابك إنك تجيب شريط واحد عليه صوتي وأنا بقول أي حاجة في حق الأستاذ رؤوف. كل كلامي عن الاخ رؤوف كان بيني وبينك بدون تسجيل. ايه الكلام ده بقى؟ يعني هتتخلى عني لو رفع عليا قضيه؟ يعني مش هخلع فورا كده برضو يا شيخ مصباح؟ ده انا حبيبتك. بس عود قلبي ولا تعض رغيفي. وبعدين في الحقيقه بقى الاستاذ رؤوف ده من الناس المشاهير، يعني لو رفع قضيه وطلب اي مبلغ مهول حتى يحكموا له بيه، اجيب انا منين بقى؟ ماشي يا شيخ مصباح ماشي، عموما انا فداك. بعدين كده حضرتك بتحرجيني انسانين. على كل لو تلاحظي الاستاذ رؤوف ما قدرش يدخل مكتبي، ده لاني سبق وطردته منه قبل كده وحكمت عليه احكام قاسيه بصفتي زعيم جماعه الخبز. اولا حضرتك لاحظتي انه ما قدرش يستعمل ايده الشمال ولا لا؟ صحيح، ده كان بيكلمني وعلى طول حاطط ايده في جنبه. اشمعنى بقى؟ يعني ما انا اللي حاكم عليه. يا الله، انا راجل قاسي وحامي خلاطي وبنفذ احكامي. لا هو في الحياه برضه مطيع قوي. يعني انا متهيألي بقى كفايه بقى تهاجم الراجل اكتر من كده بقى. معقوله؟ الو اهلا، ازيك يا قمر، تعمل كل المشاكل دي؟ انت بتضحك على ايه؟ مالك مستهين بالحكايه كده كانها بسيطه جدا؟ انا من فضلك اسحب الكلمه دي بسرعه، انا لا يمكن استهين باي حاجه تضايقك وانت عارفه كده كويس. عارفه، حقك عليا ما تزعلش، بس اصل الخناقه اللي حصلت بيني وبينه امبارح دي حاسه يعني كان احنا داخلين على خطر كده في علاقتنا دي. ناقصها قرار منك او مني، مش كده برضه؟ ايوه. وانت قررتي ايه؟ تبقي انت صاحبه القرار ولا تسيبيه هو اللي ياخد القرار؟ انت ايه رايك؟
انا ما اقدرش اقول رايي. ليه؟ هقول لك بعدين. لو النبي قول لي دلوقتي. يا ستي سيب الامور تمشي لوحدها، الايام والظروف هما اللي هيحسموا الموقف، اهم حاجه دلوقتي انك تروقي بالك. اروق بالي ازاي بس؟ دي علاقه في بيت، وبيت ممكن يتهدم فجاه. شوفي بقى، انا اهم حاجه عندي دلوقتي انك تركزي بشكل جامد جدا في الفيلم، والا والا ايه؟ هسحب منك الفرصه واديها لسوزي. اهون علي، ما هو بصراحه لو انت ادائك طلع ضعيف ولا حاجه انا كمان هطلع بشكل مش كويس. يعني العلاقه بيني وبينك علاقه منفعه وبس؟ العكس، انا لو مش حريص عليكي بشكل شخصي عمري ما هنصحك. انا عارفه ده فيلم، يعني لو لا قدر الله ما نجحش اهو فيلم وسط عشرات الافلام الجميله الناجحه اللي انت عملتها، لكن انا بقى دي اول بطوله ليا، ربنا يستر. في كل الاحوال سواء مشاكلك اثرت على شغلك او ما اثرتش انا مش هسيبك تضيع. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ هقول لك بعدين. معلش يا مصباح، معلش، اصل الاوردر بدري قوي النهارده. ايه يا حبيبي، مفيش مبروك؟ مبروك علي ايه؟ انت ناسي ولا ايه؟ النهارده اول يوم تصوير يا مصباح. الحقيقه نجوم ما قالتليش، بس انا قلت لك يا مصباح. مبروك يا ستي. كده يا حبيبي من غير نفس. والله انا مستغرب لك، يعني مبروك بتاعتي دي هتسوي جنب 100,000,000,000 مبروك هتسمعيه النهارده. بس يا حبيبي مبروك بتاعتك اهم بكتير من اي مبروك هسمعها النهارده. انت لسه زعلان يا مصباح؟ لا يا ستي مش زعلان، زعلان ولا حاجه. في وانا خلاص بقى لازم اتعود من هنا ورايح على فوزيه جديده. بس يا حبيبي فوزيه الجديده هي فوزيه القديمه بالنسبه لك. ربنا يوفقك، وهترجعي امتى بقى ان شاء الله؟ والله مش عارفه يعني، بس انا عندي مشاهد كتير قوي النهارده، احتمال كبير قوي اتاخر. اه طبعا، وبعد التصوير في طبعا حفلات ساهره بتعملوها مش كده ولا ايه؟ والله يا حبيبي مش عارفه، بس لو في يعني اكيد هتصل بيك بالتليفون اقول لك. اه بالنسبه للاكل بقى ما تقلقش، انا اتفقت مع الطباخ هيعمل لك كل اللي انت عاوزه. ها باي باي بقى. باي باي. الاكل ما تقلقيش، المهم انت تاخدي بالك من نفسك كويس قوي قوي قوي. ولا نسيتي؟ نسيت ايه؟ نسيتي ايه؟ تبي نسيتي البيبي. يا خبر، وهي دي برضه حاجه تتنسي يا مصباح؟ انت قصدك هي دي حاجه تفتكريها اصلا يا مصباح؟ اللي انت بتقوله ده ونم، بلاش الكلام، اقرا لي كده كف شوف هتألق النهارده ولا لا. ايه يا ستي من غير ما اقرا لك هتتألقي ان شاء الله. اميره جت. باي باي بقى حبيبي. باي 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 يا فيفي هانم. صباح الخير يا نجمة. صباح الخير يا أميرة. النهاردة أول يوم تصوير صح؟ صح، عرفتي إزاي؟ من الأخبار، صورك مالية الجرايد، أنا جبتهم لك معايا. الله حلو قوي. وفي كمان صورة ليكي هنا أنت والأستاذ هادي، ده أمور قوي. يعني هو أمور وأنا لأ يا أميرة؟ لا إزاي بقى، دول حتى مسميينك فينوس الجديدة. ألا بالحق، تطلع مين فينوس دي؟ دي نجمة، نجمة عالمية مشهورة جدا، بيقولوا إن أنا شبهها. لا ده أنت أجمل منها. بقول لك ايه يا هانم، يا ريت تشوفي لي دور معاكي، يعني ممكن يبقى بطوله تانية. يا سلام يا سلام يا حبيبتي. بقول لك ايه، خلي بالك من مصباحش في كل طلباته، انت فاهمه؟ خلي بالك بجد، لان هو النهارده خلقه في مناخيره ومش طايق حد. ها مش معقوله، هو متضايق ان انت هتبقي بطله؟ وطي صوتك شويه. اوعي اوعي لمسك. حاضر، ربنا يوفقك يا رب. لا بعد اذنك، دي نخليها غامقه عشان تظهر العين. ماشي، بس انضف الرموش كويس. تحت امرك، ما هو طبيعي لازم انضفها. اهم حاجه بقى بالنسبه لي انك تعمل التحديد كده غامق، ها، والروج من جوه يبقى فاتح. الحكايه دي بطلت من زمان يا هانم، دي بتخلي حجم الشفايف مش مناسب للوش. انت هتقعد تعارضني وتقاوح فيا كتير؟ ما تسمع اللي بقولك عليه وتعمله وتخلص. العفو يا ست الكل، انا بس بقول الاحسن بالنسبه لي. يعني انت بتفهم في الاحسن وانا ما بفهمش يعني في المكياج؟ خلاص انت ست الكل وزي ما تحبي. ما تزعلش يا عصام،
اصل الواحد كده اول يوم تصوير بيبقى مش طايق نفسه كده ومتعصب. ولا يهم حضرتك، بالتوفيق ان شاء الله. صباح الخير يا ست الكل. ايه ده ايه ده، امشي امشي بعد المكياج لو سمحت. بره يا استاذ لو سمحت. اقفل الباب. حاجه تعصب بجد. معلش ما تعصبيش نفسك. بقول لك ايه بقى، لون الفاونديشن اللي انت حاطه ده مش عاجبني، المفروض يبقى غامق شويه يعني مقرب للون البشره. بالعكس، انا لما بلاقي دفوهات في البشره بضطر اعالجها بالفاونديشن ده. نعم دفوهات يا ابو دفوهات، انا عندي عيوب في بشرتي اللي انت بتقوله ده. انا ما اقصدش والله يا ست الكل، انا بس كل قصدي لدوني مدير الانتاج. يلا يا استاذ انا ما اقصدش، صدقيني انا كل قصدي بس انت عارف انت بتكلم مين. انا نجمه نجمه، فاهم ولا لا؟ وبعدين يا سيدي روح قول كمان للصحافه، اطلع قول لهم ان انا عندي عيب في بشرتي. اتفضل. صحافه ايه بس يا ست الكل، انا كل قصدي انا عايز اشرح لحضرتك. بس قصدك ولا مش قصدك، خلاص خلاص الموضوع انتهى، روح نادي مدير الانتاج. يلا مدير الانتاج ليه بس يا هانم، انا ما اقصدش والله. انا ماليش كلام معاك يا اخي، اسكت مش عايز اسمع صوتك من اساسه. اسف يا عادل. ايه في ايه؟ تعالى شوف البيه بتاعك، كل ما اقول له حاجه يعارضني وفي الاخر بيعيب على بشرتي. انا يا عادل. والله العظيم يا استاذ عادل انا ما اقصد ازعلها، انا كل قصدي بس. انت تسكت خالص، مش عاوز اسمع منك ولا كلمه. انت تنفذ الكلام اللي تقولك عليه الهانم ومن سكات، انت فاهم؟ عندنا كام في هانم في البلد؟ بعدين مين قال ان الوجه الجميل ده محتاج لمكياج؟ البودره والاحمر والاخضر والكلام الفارغ ده اتعمل علشان يجملوا الوحشين، مش عشان جميله الجميلات ست الحسن والجمال. ده تواضع وتنازل منها انها قبلت تشغل واحد زيك. انت مرفوض، اطلع بره. حاضر. احنا اسفين يا هاني، اسفين بالنيابه عن الحلاوه والجمال، وفيلم ناجح ان شاء الله حضرتك. ميرسي يا عدول. تعالي يا فوزيه. ميرسي يا ماجد. ميرسي يا استاذ. انا مرعوبه، هموت من الرعب. امال انا اقول ايه، انا مذعور مش عارف احفظ حاجه خالص، وادي المشهد اهو اللي مش عارف اسيطر على اعصابي. اه والحوار كله طار منك. الحوار بس ده الحوار والسيناريو وكل حاجه، وحاسس اني بمثل لاول مره في حياتي. اقعدي اقعدي يا عيني، وخايف تتهته والمخرج يزعق لك قدام الناس. ايوه ايوه، وقلبي عمال بيدق، قلبي بينبض، وايدي بتترعش ومتلجه على الاخر. كل ده عشان انت هتمثل قدامي؟ مش ممكن، مش للدرجه دي. شوفي بقى، انا بفكر اعتذر بدل ما يضحكوا عليا في الاستوديو وتبقى فضيحه. لا لا ما تخافش خالص ولا تقلق، انت مهما غلطت انا هقف جنبك ومش هوترك خالص. يا حبيبتي مهما طمنتيني انا ما اضمنش النتيجه، المشكله مش في اني هقف قدام ممثله جامده قوي زي حضرتك كده. الله، امال ايه بقى المشكله؟ ما تقول. المشكله في الجمال، جمالك، جمالك من النوع الظالم. هو في جمال ظالم؟ طبعا، لانه بيخطف القلوب وبيتوه العقول من غير ما يقدروا يقاوموه، عشان كده ممكن الواحد يتهته قدام الكاميرا. بس بيني وبينك هو ده الظلم الجميل. صباح الخير يا حسن. صباح النور. بلغي الاستاذ ان انا هشرفه بمقابلتي. انت اللي هتشرفه بمقابلتك؟ انت ما بتحرمش. انت بتقولي حاجه؟ لا دي واحده. اتفضلي. استاذ رؤوف بره عايز يشرفك بمقابلته. تاني رؤوف يا حسن؟ تاني؟ والراجل ده ما بيحرمش. والله انا قلت له كده. تحب اجيب الامن يطرده؟ لا ايه ده، لا ما حصلتش يا ابني. لا يا سيدي خليه يطرد. طيب اتفضل. شكرا يا حسن، فكريني اضمك لجماعه وعينك في منصب مساعد اول منفذ منسق عام. اشكرك. بالحظ بالحضن يا زعيمنا يا قائدنا يا رائد الحركة النهضة الحديثة، وتحيا حركة الخبز أولا. تحيا حركة. يا رؤوف تاني تاني يا رؤوف، بتيجي من غير استئذان ومفيش أي طاعة للأوامر. أنت كده يا جدع أنت عايز تضع بإيدك كلمة النهاية لوجودك السياسي. لا أبوس إيدك، أبوس إيدك يا زعيمنا، عشان خاطر اسمعني اسمعني كده وما تبقاش قاسي عليا. هما تلات أسباب موضوعية خلوني أتجاوز التعليمات وأجي حضرتك. أسباب إيه موضوعية يا راجل؟ أنت تافه يا راجل، ما عندكش أسباب. إيه ده؟ أنت بتضحك ليه؟ أصل هي دي الصفة اللي وصفتني بيها في تحقيقك الصحفي، لك مني جزيل الشكر، وده السبب الموضوعي الاول. يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد، يعني انت مبسوط وفرحان اني انا شتمتك؟ ايه العزه والكرامه دي ونعم؟ ما انا عارف يا زعيم انه خداع استراتيجي وتمويه ومراوغه والتفاف وزئبقيه. رائع يا زعيم رائع.
خدت بالك انت من المراوغه والحاجات دي؟ السبب التاني. السبب التاني يا زعيم ان انا بنفذ كل التعليمات وكل الاحكام اللي حضرتك فرضتها عليا. بقى فتره ما بدخنش، بطلت السجاير، وايدي الشمال في جيبي وتعتبر معوقه وملهاش اي لازمه، وما بقابلش صلاح، واعتذرت الحسن اعتذار كله مهنه ومذله. خلاص بقى، خلاص بقى، يلا قول لي السبب التالت. في الحقيقه يا زعيم عايز اقول لحضرتك ان طال الانتظار وتسرب الينا الملل، وخايف انه ينفرط العقد. عقد؟ عقد يا مجنون؟ وعكوني يا تقصد عقد الجماعه؟ لا، الجماعه كما الشجره، فرعها في السماء وجذورها في الارض، اوراقها وارفه. والله يا زعيم كلنا حماس وحميه وتصميم على مواصله مسيره العمل النهضوي من اجل غد افضل لمصر. احنا بقالنا شهور يا زعيم في جمود فكري وجفاف تخطيطي، اعذر تلهفنا. بص يا رؤوف، النمو الاستراتيجي والايديولوجيه ده لسه لم يتبلور الى فعل واضح وملموس، لسه مجرد افكار. واضح؟ واضح رؤوف؟ واضح يا زعيم. وحياه ابوك واضح؟ والله العظيم واضح. بس السؤال اللي عايز اساله حضرتك، هل الجماعة سوف تشترك في إضراب العاشر من أغسطس أم لا؟ أصبر عليها بقى، أصبر عليها بقى، لأن دي أصل عايزة تفكير يا رؤوف. بص، سيروا على بركة الله. الله يا زعيم، الله الله عليك، تحيا حركة الخبز أولا، تحيا مصر. وإن شاء الله بإذن الله يا رؤوف هتجيلكم مني موافقة كتابية. وعلى فكرة انت يا ودي إذا أظهرت كفاءة وقدرة في اللي انت بتعمله ده، طب صدقني انا ممكن افكر جديا. يعني بتفكر فيها يا زعيم؟ تعيني منسق عام؟ يعني انا مش قادره افهم، بتفرجني على الصور دي ليه؟ عشان تغزني؟ اغزك؟ معقول في حد بيحب حد يغيظه؟ طب ليه؟ ليه ايه؟ لما يبقى حبيبي منتج فيلم انا مش بطلته، وعمال يفرجني على صور بتاعت التصوير، دي حاجه ما تغزنيش. احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني، احنا مش قلنا قبل كده ايه السبب؟ طب انت ما عزمتنيش ليه على الحفله؟ عشان ما تتغاظيش اكتر. جلال انت فعلا بتحبني؟ سوزي، ليه الاحراج ده بس؟ نعم. بصراحه سوزي انت مجرد نزوه عابره في حياتك، وانت كمان، واحده بواحده بقى. خلي عندك ثقه في نفسك شويه. معقول يعني علشان اديت واحده تانية بطوله الفيلم انت تعملي كده؟ الثقه بتاعتك تهتز؟ لا يا حبيبي، انا طبعا واثقه فيك اكتر من ما انا واثقه في نفسي، والدليل على كده ان انا اتفقت مع صبري عزام السيناريست على السيناريو الجديد، ويعني هاجي لك بكره عشان تتفقوا. يا سلام، ده انتوا كمان اتفقتوا على ميعاد، ان شاء الله نتفق على ايه بقى؟ على تفاصيل العقد، ترشيح المخرج. سوزي، انا مش سبق قبل كده وقلت لك ما تتدخليش في شغل الانتاج؟ وده ماله مال الانتاج؟ انا عجبتني قصه فيلم وبطلب منك انك تنتجه لي، ايه الغلط في ده؟ لازم الاستاذ السيناريست ده يبعت لنا الفكره الاول وبعدين نقراها ونشوف اذا كانت تصلح ولا ما تصلحش. وعمال تكلمني على الثقه، انت مش واثق في رايي؟ انا اللي بقول لك ان السيناريو جامد قوي وهيعجبك موت. خلاص خلاص يا سوزي، خليه يكلمني وهبقى احدد له معاه. وبعدين احنا مش اتفقنا قبل كده ان احنا ما نتكلمش في الشغل هنا؟ انت اللي خلفت الاتفاق وفرجتني على الصور. بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت كل جزمك بنص؟ انا حاسه ان في حاجه جوايا ماتت، حاسه ان الحياه كلها حواليا ماتت، انا نفسي حاسه ان انا مت، قلبي وقف وعقلي اتشل، افكاري كلها مشتته. تفتكر يا دكتور دي اعراض اكتئاب؟ انا مش هقدر اشخص حالتك بالسرعه دي، انا دكتور مش ساحر ولا حاوي، بس احب اطمنك لو طلع اكتئاب هيبقى اكتئاب انفعالي. بتضحكي اهو، يبقى ما عندكيش اكتئاب. انا بضحك عشان بتقولي احب اطمنك، انت عندك اكتئاب انفعالي، انت كده طمنتني. ايوه، الاكتئاب انواع، واخفهم الاكتئاب الانفعالي، لان المريض بيبقى مستبصر بحالته ومتصل بالواقع. انا اساسا مش متصله بالواقع، أنا منفصل عنه خالص، أنا عايشة في عزلة رهيبة، مش حاسة غير بأزمتي بس. قوليلي، بتنامي كويس؟ أنا نومي قليل جدا،
الساعتين اللي بنامهم ومليانين احلام مزعجه وكوابيس، واصحى في الفجر هلاوس وساوس وافكار سودة. لكن مع نهايه النهار بتبداي تشعري بتحسن، مش كده؟ ايوه، بس بستعجل الليل عشان يجي، عشان اهرب للنوم. وطبعا ما عندكيش شهيه للاكل؟ لا، الاكل ده خلاص بقى شيء استثنائي بالنسبه لي، مع اني مش محتاجه اخس ولا اعمل ريجيم بعد ما اعتزلت. هي دي المشكله في الحقيقه، انك اعتزلتي من غير تمهيد. من غير تمهيد ازاي يا دكتور؟ انا اللي خدت القرار وانا اللي نفذته. لكن ما كنتيش تتمني انك تاخديه؟ مظبوط، الظروف هي اللي اجبرتني. اهو في اسباب هي اللي ادت للاكتئاب. يعني حضرتك عاوز تقول انه لو زال سبب الاكتئاب، الاكتئاب هيروح؟ اذا الظروف اتغيرت للاحسن، الاكتئاب هيزول. والظروف هتتغير ازاي يا دكتور؟ المنتجين هيرجعوا تاني يجروا ورايا، ولا الاستوديوهات هتنور باستقبال نجمه كبيره؟ انا اقصد ان حالتك النفسيه هتتحسن اما تستجيبي للعلاج ان شاء الله، واثار الاكتئاب تبتدي تزول. واثار الاكتئاب هتزول ازاي اذا كانت الاسباب موجوده؟ هي البيضه ولا الفرقه؟ يا مدام، انت فنانه كبيره ومثقفه وفاهمه ان الحياه مراحل، والاعتزال اللي تم ده سواء تم بارادتك او فرض عليكي، مش معناه ابدا انك ما تحبيش الحياه وترفضيها. احساسك بالسعاده والرضا والبهجه عمرهم ما كانوا مرهونين بمرحله واحده. عموما انا هكتب لك مضاد قوي للاكتئاب هيفيدك في حالتك قوي، بس تاخديه لمده اسبوعين وبعدين اشوفك. اتفضل يا شيخ مصباح، ده العقد اللي انت طلبته مني، ودي قصقصة من قميصه، بس انا بصراحه ما عرفتش اجيب رباط جزمته، مشيها كده بقى وخلاص. مشيها كده بقى وخلاص يعني يا استاذ؟ ايه الطريقه دي؟ تحرك بتراجل اعمل ايه يعني؟ ما هو كل جزم وبنص. بس يا اخويا مشيها كده بقى، ايش تعمل الستات في جزم من غير رباط؟ ماشي هنشوف. حاضر عينينا. شيء غريب والله، سواء في الحقيقه يعني ما انا بحذر حضرتك انك تتعاملي باستهتار مع النجوم، لان كده بدل ما تحقق لحضرتك طلباتك يعني قد تنقلب عليكي، ودول انتقامهم جبار. يا اختي ركزي يا نجمه ركزي. قولي لي، رميتي الازازه في النيل زي ما قلت لك؟ ايوه طبعا رميتها. هو في حاجه جديده في الفنجان؟ مش هقدر، انتوا اتخانقتوا، في اثار خناقه حديثه. هي مش خناقه، هو انا طلبت ان هو ينتج لي فيلم جديد، وهو حذرني ان انا اتكلم في الانتاج، وفي الاخر وافق ان هو يقابل المؤلف. استعجلتي في طلبك قبل ما اعمل لك الطلسه من المناسب لحاجه زي كده. ماشي، يلا يا استاذ حفيظه لو سمحتي هاتي لي بخور الكزبره وبخور الصندل، عايز مزيج من الخليط ده لو سمحتي. حاضر يا اخوي. ماشي. دهموش يا دهموش، كله يجي على فشوش. دهموش ليه ده حسيتها كده؟ اخبار فيفي هادي؟ انت اللي تسالني انا يا شيخ مصباح؟ المفروض انت اللي تكون عارف. عارف انا عارف ايه؟ قصدي يعني المفروض انك انت تعرف المستخبي، الناس بتجيلك عشان تعرف منك انت. وفي الحقيقه يعني هي بدات الفيلم، بس نجوم لا مش عايزه تقول اي حاجه عن يعني تطورات العلاقه، الشكل يعني اللي بينه وبين هادي. ما انا قلت لك مروشين مع بعض. بس ايه بقى حدود ايه حدود الترويش ده؟ وده يهمك في ايه بقى يا شيخ مصباح؟ يهمني انا؟ يهمني انا في ايه؟ لا ما يهمنيش خالص يا استهانم، لا ده يهمك انت بالدرجه الاولى والاخيره. ده لان حدود الروشانة هتفرق قوي في صميم العلاقة ما بينه وما بينها في اتجاه انه ممكن ارشحها. زيادة الروشانة هيزيد الترشيح، وطبعا الاستاذ جلال هيوافق على الترشيح، وطبعا سعادتك في الحالة دي هتاخدي استمارة ست. بس عشان كده بقول لحضرتك لازم اعرف كل حاجة. ليه بقى؟ عشان هما كمان لازم في الحقيقة يتعمل لهم طلسم امام الطلسم اللي انا اعمله لك، وبرضه طلسمين غير طلسم.
بقول لك يا زيكو، هزت الكل فين دلوقتي؟ خلصت الاوردر واقف بضرب طبق فول مع شويه سلطه والبصل واللازم منه بقى. لا هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ ما احنا بقى لنا 20 سنه في الشغلانه، مفيش حد قال لي تعالى زيكو اعزمك على حته سنكالوب بانيه بالدمعه ولا باي حاجه. طب ايه رايك بقى لو عزمتك على حته دي نسكالوب بانيه بس اصلي مش بتاع ابو دمعه بتاعك ده؟ مش مهم يعني اي حاجه، ده احنا ناس واقعه بالصلصه بالكاتشب، المهم المتقلات، حته موزه ضاني، رشتين جامدين جنبها كده، حمام بالفريك، رز بالخلطه، كل الحاجات دي ولا خساره في زيكو خدام الكل؟ انا اجيلك في اي مكان يا باشا تأمرني. بخصوص ايه؟ منشط عريض كده هو السريع. وبعدين معاك بقى مش هينفع كلام في التليفون. بقول لك ايه، انا مستنياك ما تتاخرش عليا. يلا باي. خلاص سك على البصل بقى يا ابني، هبقى حاسبك لما اجي. ايه الحلاوه دي يا واد يا جحش؟ ايه الحلاوه دي؟ دي حاجه عظيمه، فنجان الجميل وكله خير. خير ازاي يعني يا شيخ مصباح؟ اقول لك يا سيدي، انا شايف هنا في الفنجان غيط كبير قوي وكل عيدان وسرحه للسماء، وفي وسط الغيط كوشه وزفه فرح يا ولا. ايوه ده معناه ايه برضه يعني يا شيخ مصباح؟ بقول لك يا ولا، غيط وعيدان للسماء ومعازيم وكهارب، تفتكري هتتجوز يا ولا؟ انت بقى كده حطيت ايدك على الجرح يا شيخ مصباح. خير كفالة الشر. تصدقني يا شيخ مصباح لو قلت لك ان وانا لسه عيل في اولى ابتدائي كنت اشطر واحد في البلد كلها، وكنت بحب المدرسة دي اكتر من عناية. في الاول كنا كلنا عيال صغيرين ومحدش فاهم حاجة، اللي سيد واللي صميدة واللي سنوسي واللي جحش كله زي بعضه، عيال بقى مفيش في دماغها حاجة. وابتديت اكبر والعيال تكبر من حواليا ولقطوني، لقطوني يا شيخ مصباح وبقيت معيبة. وبعد ما كنت بتكلفت بالليل في اللحاف عشان الليل يخلص في النوم ويعدي ويهل الصبح اطير على المدرسة كأنها صباحية عيد، الليل طال والنوم عز وبقيت يوم ازوغ ويوم ادعي المرض لحد ما بطلتها. عشان كده يا شيخ مصباح ابوس ايدك، عايزك تشوف لي في الفنجان لو الجحش لو يعني اتجوز وخلف الناس هتحترم ابني وتقدره ولا برضه هيبقى معايا زي ابوه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بص يا جحش، اتجوز وخلف. جبت جحش بقى، جبت حمار، جبت حصان،